وعن تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل انتهاكات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر، مرحبا بكم. يعني كما تتابعون في الأخبار تتصاعد الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، أيضا تتعرض المقدسات لهجمة خطيرة وواسعة على يد قوات الاحتلال الصهيوني وقادة الكيان المحتل. بداية، كيف تقرأ توقيت هذا التصعيد وأهدافه؟ حياكم الله أخي الكريم. نعم، ما يجري في فلسطين هو جرائم حرب ضد الإنسانية ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. فقد شاهدنا مشاهد بشعة ومروعة وانتهاكات صارخة ترتكبها قوات الاحتلال. شاهدنا قتل نساء كبار في السن، شاهدنا قتل شباب في زهرة شبابهم تستهدفهم قوات الاحتلال، شاهدنا الاعتداء على النساء، اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه من قبل الصهاينة المجرمين، والتعدي على المصلين في شهر رمضان المبارك. الكيان الصهيوني يصعد ببشاعة ليحاول أن يفرض أمرا واقعا من خلال تركيع الشعب الفلسطيني وقبوله بتقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا. وهذا ما لا يمكن أن يقبله لا الفلسطينيون الشجعان ولا الأمة الإسلامية التي تؤمن بقدسية المسجد الأقصى. الكيان الصهيوني الآن يحاول أن يوسع ويوسع من سلطة الاحتلال الصهيوني على مناطق غير التي استحوذ عليها واحتلها منذ عشرات السنين. طيب دكتور ثامر، أصدرتم في هيئة علماء المسلمين بيانا تنددون فيه بالانتهاكات الصهيونية على الشعب الفلسطيني وأيضا على المقدسات الإسلامية، ولكن ما الرسالة التي تودون إرسالها دكتور؟ الهيئة دائما ما تؤكد على أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الأولى، لأن المبادئ الأساسية للأمة جميعها تؤكد على وجوب نصرة القضية الفلسطينية مهما كانت الأمة ضعيفة ومهما كانت الأمة تمر في مراحل هوان. ولكن رغم الجراح النازفة التي تحملها الدول الإسلامية، لكن المسجد الأقصى هو أحد الأركان الأساسية لهوية الأمة. الرسالة التي تريد أيضا الهيئة أن تؤكد عليها هي على الكيان الصهيوني أن يعي جيدا أن الأمة الإسلامية كتلة واحدة، جسد واحد، وفلسطين قلب الأمة النابض، وهي الجسد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لنصرة الأقصى والشعب الفلسطيني. وسيأتي الوقت الذي تسترد به الحقوق ويطرد العدوان والاحتلال وينهزم شر هزيمة. الهيئة لديها رسائل أخرى أيضا مررتها يمكن قراءتها، ومن ذلك شحذ الهمم للشعب الفلسطيني والأمة جميعا من خلال المواقف الشجاعة لأهالي فلسطين الذين يسطرون دائما أروع أنواع صور الملاحم والشجاعة في مواجهة المحتل الصهيوني. وهذه المواقف لابد أن يكللها الله عز وجل بالنصر والتحرير لكل شبر من أرض فلسطين الحبيبة. دكتور ثامر، المجتمع الدولي الذي ملأ العالم ضجيجا بالنسبة لما يجري في أوكرانيا، ولكنه في نفس الوقت يرى القتل والاعتقالات في فلسطين واقتحام القادة قادة الاحتلال والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى. كيف تقيم موقف المجتمع الدولي إزاء ما يجري في فلسطين المحتلة؟ المجتمع الدولي للأسف مجتمع منافق ويكيد بمكيالين. فنراه دائما ما يلتزم الصمت أمام الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل والمعتدي على فلسطين وشعبها، وبالمقابل يصمت بل ويساند إرهاب الكيان الصهيوني ويسفك دماء الفلسطينيين. نراه يقف مع القاتل ضد الضحية ومع المعتدي ضد المظلوم، ولكنه في القضية الأوكرانية رأيناه يقف بكل حزم وجدية ضد الاعتداء الروسي ودعم أوكرانيا بشكل واضح تحت ذريعة التصدي للإرهاب والعدوان. لكن بالمقابل هذا المجتمع لا ينصف الاعتداء على المسلمين ولا يصف الاعتداء على المسلمين بالإرهاب، فإذا هو مجتمع ينافق نفاقا صريحا وواضحا وفاضح للأسف. دكتور ثامر، هناك سؤال جوهري، يعني لماذا يعمد الكيان الصهيوني استفزاز مشاعر المسلمين؟ ما الذي يريده تحديدا؟ بلا شك هناك الكيان الصهيوني يستخدم كل الوسائل التي من خلالها يريد أن يضعف المقاومة الفلسطينية، يريد أن ينهي همم الفلسطينيين فأن يدافعوا على أرض والشعب أرض فلسطين والمسجد الأقصى. فإذا هم يحاولون بكل الإمكانات
الوصول إلى إنهاء المقاومة الفلسطينية والأمل في نفوس الفلسطينيين من أجل أن يدافعوا عن المسجد الأقصى، وهذا لم ينجح منذ عشرات السنين. الفلسطينيين يدافعون عن أرضهم ومقدساتهم رغم الجراح ورغم المآسي التي يعانونها ورغم التخلي العربي والإسلامي والدولي عن قضيتهم. دكتور ثامر، بسؤالي الأخير إلى جنابكم، يعني أصدرت عدة دول منها تركيا والسعودية بيانات إدانة للممارسات الصهيونية ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية، ولكن في هذا الظرف ما هو المنتظر من الدول الإسلامية لوقف هذا التصعيد؟ هي بلا شك مع كل موقف عربي وإسلامي ودولي يدين وينبذ بالاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني التي ترتكب ضد الفلسطينيين وضد مقدساتهم وشعبهم. لكن البيانات ممن يمتلك القرار والإمكانية بالتحرك الدولي والشعبي لا تكفي. المطلوب من هذه الدول العربية والإسلامية أولا أن تقف موقفا واضحا وصريحا من الاحتلال الصهيوني وتدينه بشكل واضح وتصنفه عدوانا غاشما، وأيضا العمل على دعم الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المادية والمعنوية والإعلامية الممكنة، وعليه أن يضغط على الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ودعمه بشكل غير محدود مثل ما تفعل الدول الغربية اليوم في دعم أوكرانيا ضد روسيا. إضافة إلى ذلك أن الشعب الفلسطيني وفلسطين عربية وإسلامية وفيها مقدسات المسلمين، والروابط الأخرى التي تجمع الدول هذه والأمة الإسلامية والعربية هي أقوى مما تجمع الدول الغربية بأوكرانيا. من عمان، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لكم.